بدأنا رحلتنا من الصفر، مش بس رحلة المكسب، رحلة بناء الفرقة وتغيير الفكر. لما الحاجة بتتاخد من الأول وبتتبني صح، النتائج بتبقى زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. صحيح الطريق كان صعب بس مش مستحيل، مليان تحديات، بس احنا دايما بنحترم كل الخصوم وبنحترم كل المباريات، وعشان كده ركزنا على هدفنا قبل اللعب والمكسب. ودي كانت خطوة مهمة جدا، ان احنا بنغير الفكر، بنغير المفهوم، بنعمل اكتر حاجة بنحبها، لكن عمرنا ما وقفنا عند هدف واحد، دايما بنفكر احنا نقدر نعمل ايه عشان نطور من ادائنا، عشان نبقى افضل، عشان نتحسن. فرقتنا دايما ظهرها بظهر بعض، عمرنا ما سيبنا حد يقع، كلنا واحد، وعارفين اننا دايما معاك. عندنا روح المنافسه، احنا ما بنخافش من حد، وده اللي وصلنا لهنا، ودي بس البدايه. زي ما شفتوا كده كل يوم التاه المربوطة بتجيب جون. النهاردة معانا بطلات من العيار التقيل، هم حبوا الكورة وكورة كمان حبتهم، نفسوا فيها الرجالة، وكل واحدة كتبت اسمها في سجل التفوق. بجهد كل واحدة فيهم ناديهم انتزع بطولتين للدوري وكاس مصر، وأكد أن وراء اسم كل واحدة فيهم في حكاية، في مجهود اتعمل، في قصة، كل واحدة فيهم نموذج إصرار وتحدي. خلينا مش هنكمل كلام في الأول قد ما عايزين نسمع منهم هم ككباتن لنادي توت عنخ أمون، قصتهم إيه وحكايتهم إيه، كرة القدم النسائية بالنسبة لهم جات إزاي، وهي بتمثل إيه بالنسبة لهم. اسمحوا لي أن أنا أرحب بكباتن مصر من الأول. معنا ميرنا محسن، اهلا بيكي يا ميرنا، وكمان معانا كابتن حبيبه صبري، اهلا بيكي، وكابتن ايه حنيش، اهلا بيكو يا كباتن. خلينا نبدا بقى مع ميرنا الشهيره بميسي. احنا عندنا ميسي يا جماعه برضو، يعني ميسي ستاتي. قول لنا سر الرقب والحصول على الدوري والكاس السنه اللي فاتت والدوري السنه دي، ده اكيد وراه مجهود كبير جدا جدا، بس كلمينا عن اللقب الاول. اكيد طبعا، انا اللقب ده كنت واخداه، كنت بلعب في نادي مصر المقصه الاول، وطبعا كنت اصغر من كده، فكانوا شايفيني ان انا شبه من كده. ايه ما لا كنت كام سنه؟ لا انا كده كبرت بقى، كنت 13 14 سنه ما شاء الله. فكنت شبه ميسي قوي وكنت سريعه زيه وكده، فمن هنا كابتن وائل كان مطلع عليا لقب ميسي. ده جميل جدا. نحيي الكابتن طبعا على التشريف ليكي كمان. اكيد طبعا، بس احنا الحمد لله طبعا اول سيزون لينا كان في الدوري، احنا ركزنا ان احنا ناخد كاس مصر. طبعا احنا كنا ماشيين سادس في الدوري، الدور الثاني بتاعنا ما خسرناش ولا ماتش الحمد لله، يعني بعد كده خدنا كاس مصر. السنه دي الحمد لله حققنا الدوري الممتاز، خدنا الدوري وخدنا الحمد لله الكاس السنه دي. مبروك، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. طيب حبيبه، هي مشهوره بميسي، انت الناس لما بتيجي تشجعك الجمهور بيشجعوك يقول لك ايه؟ يقول لي يا حبيب ليالي يا ليالي حبيب السد العالي. ايه ده ايه ده؟ لا تقوليها بتعليلي صوتك شويه. يا ليالي يا ليالي حبيب السد العالي. يا ليالي يا ليالي حبيب السد العالي. ده دي ده ايه ده؟ ما شاء الله، ما هي حارس مرمى فلازم تسد. ايوه عندنا سد عالي جامد جدا. شكرا. انت عرفتي منين وامتى ان انت بتاعه كوره، ان الكوره بالنسبه لك مهمه، او ان انت هتعرفي تجيبي جوان، من وانت عندك قد ايه؟ انا ما كنتش لعبت كل الالعاب، ما كنتش مبسوطه فيها، ما كنتش مبسوطه فيها، حاسه انك مش ده المكان بتاعي. مش ده المكان بتاعي. فاخويا كان بيلعب في اكاديميه، فانا حبيت ان انا اروح معاه. فقلت اجرب وكده، بدات العب لعيب، بس ما كنتش احسن حاجه كلاعب. بعد كده لما وقفت جون كنت بتطور، كل ما اتمرن بقيت بتطور واحده واحده. حبيتي حبيت دوت، بقيت بقى بحب قوي حراسه المرمى. حبيتي انك تقفي جون مش انك تبقي تلعبي. حبيت سنه يعني بدايه، انا كان عندي 9 سنين 10 سنين كده. يا خبر، اصغر كمان من ميسي ده. 9 سنين يعني اكتشفت نفسها ولا عشان الجسم ولا ايه؟ الطول يعني الحكايه ولا؟ لا 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 لا، بيقول لك صحيح ان القصيرين بيفوتوا بسرعه صح؟ القصيرين يعني انا العب كوره وانا مطمنه هجيب اجوان. ماشي. عرفينا بقى ايه دورك برضو، انت حارس مرمى، وصلت البطوله ازاي؟ اجتهدتي ازاي؟ كلمينا، وبداتي كام سنه؟ انا ما كنتش في الاول خالص، ما كنتش اعرف ان في كره قدم نسائيه اصلا.
بس انا كنت بلعب في الشارع مع اصحابي عادي خالص و... في الشارع مع اصحابي؟ مع اصحابي. ولاد ولا بنات؟ ولاد. عادي انت, عادي. انت لا البنت لا. الوحيده اللي فيهم؟ ايوه عادي. كنت انا البنت الوحيده. ايوه. مقبوله في المجتمع ولا عادي؟ هي غير مقبوله في المجتمع بنتي. بس كنت انا بحب الحاجه ديت فبعملها. يا سلام. طب والاهل ما كانوش بيعترضوا؟ لا كانوا بيعترضوا جدا وما زالوا حتى الان. بس لما بدا يعني الموضوع يتطور. يعني انا متصوره. استني بس واحده واحده. تمام معاك. يعني ماما انا نازله العب كره مع الشباب تحت في الشارع. ايوه. ايه؟ اه عادي. انا كماما لا 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 بنزل بنزل عشان دي حاجه انا حباها. هي كانت بتعترض كتير. كويس. تقولي ما تلعبيش ما ينفعش انت بنت. انت ليكي اخوات رجاله؟ ايوه ليا اتنين. اكبر ولا اصغر؟ اكبر مني متجوزينهم. اكبر منك وشجعوكي لما عرفوا ولا قال لك لا ما عندناش بنات تلعب كوره؟ لا 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 بيشجعوني. اكتر ناس بتشجعني الصراحه وخالي جدا واقف معايا قوي. يعني خالي بالذات واضح ان هم متحضرين قوي وفاهمين يعني. ايوه. ده كان تحدي كبير قوي بالنسبه لك في البدايه؟ انا انا عانيت قوي الصراحه. عانيت في البدايه قوي لان انا ما كنتش اعرف ان في كره قدم نسائيه اصلا. عرفت متاخر. عرفت وانا عندي 15 سنه. تخيل انا بلعب من 9 سنين لحد 15 سنه بلعب في الشارع. طب بصوا مين فيكم انتوا الثلاثه؟ اصل المشهد ده بحبه قوي. عارفين اللقطه اللي هي بتاعه الكوره ونقعد ننطط الكوره كده وعلى ركبتنا وعلى ده؟ انا بحب اعمل مين بيعرف يعمل كده؟ انا بعرف. انا وحبيبه انا مبوظه. انت بتبوظيها. ايوه 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 ممكن تكسر الاستوديو. بس اكيد لازم تكسر الكابتن. يعني الكابتن بيعرف يعمل كل حاجه. طبعا الكابتن والفرقه كلها وحاجات كده. لا لا طبعا الكابتن طبعا بيعرف يعمل كل حاجه. واللعيبه برضو عندنا الحمد لله احنا عندنا لعيبه كويسين جدا. طبعا كانوا بيلعبوا في منتخب مصر وبيلعبوا في الفرقه عندنا وعاملين برضو انجازات كويسه قوي. البنات وصلوا كام دلوقتي فريق البنات؟ البنات دلوقتي يعني احنا متهيألي 15 فرقه او 16 فرقه. فرقه الفرقه فيها طبعا وفي درجه ثانيه وفي درجه اولى زي الرجال بالظبط. بالظبط بالظبط. طيب انتوا يومكم بقى بيمشي ازاي؟ يعني انا عارفه ان في اكيد طريقه اكل مخصوصه, في تمارين مخصوصه, اكيد انتوا بتدرسوا ايه برضو؟ مع اصل الحياه بقى هي ماشيه موازيه لبعضها, الدراسه مع الحياه الشخصيه برضو. مش عايزين ننساها مين مخطوبه مين متكلمين عليها بتاع. هنسال طبعا في كل ده. حبيبه دي شكلها اليوم كده بيقول بالظبط. صح صح صح. مين فيكم مخطوبه؟ المخطوبه ترفع ايدها؟ مفيش. طيب ولا متكلمين عليها؟ مفيش. طيب كويس. اكيد ممكن نعرف من كابتن ميرنا يعني امهاتهم بتنزل معاهم ولا خلاص بيعتمدوا بقى عليهم في التمرين تيجي تسلمها لك؟ لا لا طبعا هم بيعتمدوا عليهم طبعا. ودلوقتي احنا النادي عندنا عامل حاجه كويسه جدا, دي ما كانتش موجوده الاول. ان النادي عندنا فيه مكان سكن يعني في اوتيل في النادي. حلو ده. فطبعا هم برضو عشان البطولات بس عامه طول السيزون البنات قاعده في النادي. برضو انا كنت عايزه اوضح لحضرتك حاجه ان ايه وحبيبه مش كمان مش من القاهره. فطبعا دي كانت حاجه كويسه جدا. قالت حاجه كده من اسكندريه صح؟ لا لا ولا ايه؟ انا من المنوفيه من مدينه ال يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا محافظه المنوفيه مدينه الشهداء. يا حبيبتي تحيه الف تحيه للشهداء. انا حبيبه انت من السويس كمان يعني بلد كفاح والنضال يعني طبعا. ومبنى منين؟ لا انا هنا من القاهره. من القاهره. بس انت اللي بتدربيهم؟ لا لا مش انا, انا كابتن الفرقه بتاعتهم طبعا. كابتن الفرقه كابتن احمد رمضان هو المدير الفني. طيب حلو. طيب احنا بنتفرج دلوقتي على دي ساعه التدريبات. التدريبات بتبقى صعبة؟ لا لحظة الفوز او هنا كنت دخلت جون ولا ايه؟ هنا ده كان ماتش بيرمز. كان ماتش بيراميدز. هنا كنا في ماتش بيراميدز. اخر ماتش كان اخر ماتش اللي دخلنا فيه الدوري. وكان لازم نكسب عشان نحتفل بالدوري قبل ما يخلص. ده تحدي كبير طبعا. طب عملتوها ازاي؟ الحمد لله احنا حققنا اصلا. كسبنا سبعة كمان. احنا كسبانين كل الماتشات ومتعادلين ماتش واحد بس. ايوه احنا لعبنا 30 ماتش. ايه حبيبه قولي الاستعدادات كانت ازاي؟ يعني بتتمرنوا كام ساعه في اليوم؟ ايمن سالتكم على الاكل, يومكم ماشي ازاي؟ احنا بنتمرن الخمس ايام وطبعا يعني منظمين طبعا اكلنا وبنستعد طبعا كويس ومفيش حد فينا بيعك. وطبعا الجهاز الفني طبعا يعني مهتمين بينا جدا. ويعني تعتبروا مقيمين هنا بقى لان هي احنا المغتربين مقيمين هنا. المغتربين ممكن هنا لكن في القاهره بيجوا عادي. بالظبط دي لحظه الفوز بتحسي ايمان دي معانا طبعا الصورة. ميرنا لحظه الفوز دايما بتبقى مهمه. تحسي بيهون معاها كل التعب اللي فات. اكيد احنا الحمد لله طبعا. اجمل لحظات الفوز في حياتك؟ اكيد طبعا احنا تعبنا كتير بصراحه السيزون ده. احنا يعتبر في ناس ما كانتش بتشوف اهاليها, كانوا مقيمين دايما في الفندق. احنا دايما كنا بننزل من بدري قوي عقبال ما نروح للتمرين, وبعد التمرين كان في وجبه اكل بيعملها لنا بناكل طبعا عشان بنروح ننام على طول. ساعتين. وبترجعوا تتمرنوا تاني ولا هو اليوم؟ لا في يوم ساعات بنتمرن تمرينتين وفي يوم بنتمرن تمرين واحده. مثلا ندخل الجيم بعد كده بننزل الملعب. ده في جيم كمان. فاليوم كله يعتبر في النادي بالظبط. احكي لنا عن ده.
طبعا احنا طبعا كابتن عزه هي اللي مسؤوله عن ده. طبعا بندخل مع كابتن عزه الجيم برده عشان لو حد مثلا عنده وزن زياده او حاجه طبعا احنا بنعمل قياسات على طول. ويمكن احنا الفرقه الوحيده اللي عملنا السنه دي قياسات زي الاهلي والزمالك الفرق الكبيره ما حدش كان عملها. اهتمينا بده كويس قوي. وطبعا دخلنا بندخل دايما الجيم مع كابتن عزه عشان لو في حد وزنه زايد, حد مثلا في حاجه عنده في العضله عايزه تزيد شويه, الكلام ده كله كنا شغالين مع كابتن عزه. بعد كده بقى مع كابتن احمد في الملعب الشغل كله يعني مع كابتن احمد. طب ما اعرفش, انا جه في بالي مشهد كده غريب شويه. تعالي نفترض ان انتوا نزلتوا كبنات مع فرقه شباب ماتش كوره. حصل ايه ده؟ بنعمل كده؟ قولي بنلعب ماتشات قدام. طب عملتوا ازاي؟ في ماتش اخر ماتش كنا بنلعب مع ولاد رايتو دريم اللي هم اصغر مننا, ده كان استعداد لكاس السوبر. لعبنا قدام ماتش خلص 2-2. لا خلص 2-2 بصراحه. هم قاعدين معانا في الفندق فممكن لما يروحوا يضربونا. ماتش صعب قوي. كان ماتش صعب ليه؟ انت بتلعبي ناس, بتلعبي اطفال يعني سنهم اصغر منك, فطبيعي طبيعي متهورين شويه. لا دول جدا مش شويه قوي. طبيعي اللعبه هيبقى ايه اصعب. فدي تاخدي مهارات اكتر, تاخدي خبره. هم عايزين يكسبوا. يقول لك ما مش البنات هتعلم علينا. ايوه بالظبط. لا احنا عملنا, احنا لعبنا ماتش جميل قوي بيننا وبينهم. كان المعنويه كانت حلوه ومفيش نفسنا. لا كان في روح رياضيه بيننا قوي. لا لا كان في روح. لا لا كان في روح جامده بيننا. روح رياضيه حلوه. هم دايما كانوا برده بييجوا يشجعونا بصراحه في الماتشات. فانا حابه اشكرهم ولاد رايتو دريم كلهم. كلهم على طول هم اصلا قاعدين معانا هناك مكملين في الاوتيل معانا, وجم بصراحه بييجوا ورانا في كل الماتشات بيشجعونا. يعني جمهور جامد قوي. وطبعا الاهلي كمان. انا لازم اشكر اهالي الكباتن البنات الثلاثه ما شاء الله مشرفينا ورافعين راسنا ان هم وقفوا جنبكم ودعموكم. وايه المشكله بنات وتلعبوا كوره وعايزين تلعبوا كوره مفيش مشكله. ده بالنسبه لي معيار مهم جدا لوعي المجتمع, وانه الاهالي النهارده بيشوفوا الولاد محتاجين ايه او عايزين يعملوا ايه وهيبدعوا فين ويروحوا وراهم ويساعدوهم. طيب انا عايزه اعرف على جانب تاني بقى, الدراسه اخبارها ايه معاكم؟ تدرسوا ايه؟ انا مخلصه يعني, انا نظم معلومات ومخلصه. انا 28 سنه. انت الكابتن بقى. انتوا لسه انتوا خارجه من ايه؟ نظم معلومات. ما شاء الله ما شاء الله. هم بقى لسه صغيرين. انا ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي. صغيره. جول كيبر جامد جدا جدا. طب تيجوا نشوف بقى جول. واخر حاجه بس ايه, بتتعلمي ايه؟ انا لسه مخلصه السنه اللي فاتت كليه حقوق, لسه متخرجه عندي 23 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. محاميه كبيره. كليه حقوق. طيب يلا بينا نشوف بقى حارس المرمى ايه, نشوف حاجه ليها ايه كده والجول كيبر الجامد ده. واحنا معاك وهنشوف على الرشز. احكي لنا بقى عن اللي احنا هنشوفه على الشاشه دلوقتي اهو. دلوقتي ده ايه. ايه الاخبار؟ انا عايز اقول لحضرتك ان ده من اسعد يوم تقريبا في الدوري في حياتي, لان انا واقفه في ضربه الجزاء. اول حارس مرمى يجيب جول. دي اول حارس مرمى في الدوري كره قدم نسائيه سجل عامه يعني. اوكي. اليوم ده انا بشكر كابتن احمد رمضان جامد قوي. طب معلش اشرحي لي ايه هو الجول اللي حارس مرمى يعني حققه ده؟ بصي حضرتك دي ضربه جزاء. بلانتي. بلانتي. اوكي. فطبيعي اللاعب بيشوط, اول واحد اللاعب اللي بيشوط اللي هو اكتر واحد بيعرف يسجل. أيوة. هو اللي بيشوط. تمام. فاحنا كنا جايبين 5 اهداف تقريبا على ما اعتقد. أيوة. فجت ضربه الجزاء في الجون السادس. فانا واقفه بسخن عادي, فانا عارفه ان واحده صاحبتي اسمها سندرين هي اللي هتشوط الكوره. لقيت كابتن احمد رمضان بيعمل لي كده, يقول لي ايه روحي شوطي الكوره. دي ما بتحصلش ان حارس المرمى يشوط. انا وقفت كده. انا وقفت ثانيتين قلت له انا, قال لي انا خدت سبرنت ما خدتوش في حياتي. خدت سبرنت. لا بجد صدقيني. فرصتك. ايوه انا خدت سبرنت جامد قوي خدته, ما خدتوش في حياتي في طول الموسم كله. فلقيت تشجيع من صحابي قوي يعني. لقيت ممكن مثلا ده انت بتشوط البلانت بتاعتي ليه وبتاع. لا احنا رحنا جميله لدرجه ان صاحبتي هي اللي ادتني الكوره ان انا اشوطها. فحطيت الكوره برضو يعني. أيوة. لقطها يعني بالظبط. حطيت الكوره بوم لقيتها دخلت الجون. جون. ايوه احتفلوا يعني اصحابي احتفلوا بيا اكتر ما انا احتفلت بالهدف اصلا. الله الله حلو ده. جميل. فانا بشكر صحابي قوي, بشكر الجهاز الفني لانه عنده ثقه فيا. بشكر قوي كابتن احمد رمضان على الموقف ده. طبعا الجمهور كان بيشجعك. ده دخلني التاريخ. بيقول لك مفيش حارس. تفتكري هتاف الجمهور ساعتها؟ ايوه. كانوا بيقولوا ايه؟ لا كانوا بيشجعوا جامد قوي. عاش يا ايه, برافو ايه. عاش يا ايه. أيوة. عاش يا ايه. كويس وفرحوا قوي. برافو ايه. قوي يعني الصراحه. طيب نرجع بقى كابتن ميرنا وميسي مصر البنوته الحلوه. انت اتصابتي في جالك رباط صليبي. جالي رباط صليبي في ماتش بيراميدز. كان ماتش بيراميدز. كنا يعني كان ناقص خلاص 4 ماتشات أو 5 ماتشات والدوري يخلص. طبعا هو في الاول بصراحه النادي ما تاخرش عليا في حاجه. طبعا انا بشكر النادي كله ومجلس الاداره
جم كان الاول كان في شك ان هو كان قطع جزئي ولا كلي بصراحه. ودوني عند اكبر دكاتره في مصر لحد ما اتاكدنا. عندنا عظماء هنا بقى. بالظبط رحت عند احسن يعني. دكاتره في مصر لحد ما عرفت ان هو رباط صليبي. الحمد لله عملت العمليه ما فيش على طول بعديها الدكتور قال لي المفروض تمشي بالعكاز شهر. الحمد لله تاني اسبوع انا شلت العكاز. ما شاء الله اسم الله يعني ما شاء الله الوحش. الله 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 ما شاء الله والحمد لله تعالي والحمد لله. انا لا لسه طبعا قدامي شويه طبعا انا دلوقتي لسه اول شهر او ثاني شهر بس الحمد لله ان الموضوع احسن بكتير طبعا ده برده طبعا بفضل التدريبات عندنا وفضل كابتن احمد بصراحه كنا شغالين طبعًا كويس على الحاجات دي. طبعا برده لازم ياخد وقت بالظبط. طبعا الدكتور امير عندنا بصراحه عندنا من احسن الدكاتره اللي موجودين معانا شغاله معايا دلوقتي على طول كل يوم بروح اعمل جلسات معاها. دكتور امير من اشهر الاصابات. لا دي جميله. الرباط الصليبي طبعا من اشهر اصابات ملاعب كره القدم معروف يعني لكن اكيد انه في انواع ثانيه من الاصابات او التحديات اللي ممكن اللاعب يعاني منها غير الرباط الصليبي. هل حد عنده فكره؟ طبعا قولي ايه. في كتير خصوصا مركزي عامه يعني انت كميه التراويات اللي انت بتعمليها معلومه على فكره. مركز الحراسه صعب قوي في التمرين في التدريب صعب جدا اكتر تقريبا ممكن يكون اكتر لاعب بيتعب في التمرين. انما في الماتشات انت ممكن يجيلك كوره ولا اتنين ولا ثلاثه فهماني؟ مش كل الماتشات فالتمرين مش كل الماتشات طبعا. فالمركز اللي احنا فيه فانت من كتر التراويات من كتر الجامبو انا بس مش فاهمه المصطلحات يعني التراي اللي هو مثلا لو في كوره كده بتعملي عليها تراي سواء أيوة. كان عالي او ارضي تمام. انا شفت الحركه دي عارفاها. ايوه فدي انت ممكن هي دي اللي بتعمل ايه بقى؟ انت بتصدي الكوره ما بتقعي بقى هنا كده بتنزلي حظك بقى شايفه انت وحظك زي دي كده ايوه فانت ممكن انت وحظك بقى نزلتي غلط بس دي صوره حبيبي خلوا بالكم دي حبيبي. طيب انا في تصوري دي تعمل ممكن مزقه او خلع في الكتف. لا لا بس احنا ننزل صح احنا عارفين يعني احنا عارفين انتوا عارفين الكلام ده لو نزلتي غلط لو نزلتي عليها غلط بس احنا احنا عارفين ان حبيبي ما دخلش فيكي ولا جون بيسموها ايه شيت بالظبط دي انت 20 تقريبا مره في الملاعب 21 كمان ما شاء الله ازاي وبتستعدي ازاي وتبقي يعني ذهنك حاضر كده ما شاء الله بتعملي ايه؟ بركز قوي في التمارين ولو ببقى دايما مركزه في الماتشات الجامده وطبعا بشكر فريقي يعني طبعا بشكر فريقي لان ده مجهودنا كلنا برده وبشكر طبعا الجهاز الفني وبشكر كابتن احمد رمضان وبشكر مدربي طبعا كابتن حمدي بس يعني هم برده فرقتي. طب انا بشوف ساعات حاجات في الماتشات برضو وحراس المرمى ممكن يفيدوني في الموضوع ده بيبقى اللعيب جاي وعامل نفسه انا يعني ساعات كنت بجرب العب كره في المدرسه على خفيف هنا كده هنا فاجئ انا عامله نفسي ان انا هشوط هنا وبنفجأ شيطان الناحيه الثانيه بيبقى رد فعل الحركات دي بقى بتعمل رد فعل مننا احنا يعني مثلا هو هيعمل كده ويروح شايطه ممكن مثلا انت تعملي حركه تلقائيه تصدي اللي هو رد فعل منك انت ما تبقيش عارفه يعني انت مثلا ممكن يعني الخداع مش هيبقى يعني هو بس زائد انت ممكن تلعبها على التوقع برضو في مثلا في البلانتي ممكن تلعبها على التوقع ممكن. طب حبيبه برضو انا عارفه حراس المرمى بيقعدوا يقروا بقى قران ويعملوا حاجات بتعملي ايه بقى وماما بتقعد ترقيك بتعملي ايه بالظبط؟ لا يعني انا بقرا قران كتير يعني ما شاء الله بقرا قران كتير وماما بتقعد تدعي لي برضو انت ربنا وتيتا برضو تيتا بتقعد تدعي لي كتير ربنا يخليها لكم. طب انا عايزه اسال سؤال اخير باعتبار ان وقتنا خلص وهنرد في جمله قصيره. كره القدم النسائيه غيرت فيكم ايه كبنات ميرنا؟ طبعا هي كبنات هي ما غيرتش حاجه طبعا احنا جوه الملعب حاجه وبره الملعب زي ما حضرتك شايفه كده يمكن لما تشوفي الفرق في الصور هنا عاملين ازاي وبره ممكن تكون اضافت يعني على التغيير بالايجاب يعني اضافت لشخصيتك طبعا حاجه طبعا علمتك حاجه بالظبط هي علمتني حاجات كتير جدا علمتني ازاي اتعامل مع المجتمع وازاي اتعامل مع زمايلي في الملعب علمتني بصراحه حاجات كتير قوي. حبيب زي ما قلنا قالت برده اللي هو الواحد بيعرف يعتمد على نفسه وبرده اللي هو يعني الكره برده كشغل لينا اللي هو برده بناخد منها مرتب ويعني بنعتمد على نفسنا في كل حاجه. حلو ايه دي شقلبت حياتي 360 درجه. يا نهار ابيض كلام كبير قوي ايه لا قوي فانا بشكرها يعني انا بحبها قوي فهي بحبها فهي بتحبني. ما قلقتوش في الاول بيقولوا بتلعبوا لعبه رجاله وبتاع وايه اللي دخل البنات في لا هو طبعا ناس كتير بتقول كده ايوه كتير في كتير بيقولوا كده البنات اللي بتلعب كره قدم اصلا بنات اخرها المطبخ البنات ما ينفعش تلعب كره قدم بس احنا طبعا لا قولي اقول لكم البنات ما لهمش اخر مفيش حاجه اسمها البنات اخرها كده انتوا بتقلدوا البنت او الست
مصرية ملهاش آخر. بالظبط. شكرا ليكي ونورتونا. ميرنا شكرا ليكي وحبيبة شكرا ليكي وآية شكرا ليكي وعاش يا بنات. احنا موجودين معاكي. عاش عاش والأسر اللي طلعت البنات الجمال دول ستات ماماتهم اللي بيتعبوا الصبح بدري عشان يودوهم التمرين. بنحييك وبنحيي أسرتكم كلها. شكرا ليكي. شكرا لحضرتك. شكرا. هنروح لفاصل. يعرفوا يعملوا كل حاجة. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل فقراتنا النهاردة في الستات ما يعرفوش يكذبوا ما تروحوش في حتة.